تم السيطرة على عدة قرى على محور جنديرس ومحور بلبلة، وأيضا على هذا المحور هو محور عفرين حقيقة، لأن عفرين أصبحت لم تبعد سوى 2 كيلومتر كخط نظر بعد السيطرة اليوم على قرية الخالدية والتلال المحيطة بها. والآن نحن في منطقة الأعمال العسكرية، حيث الجيش الوطني السوري يحضر أعمال من أجل اقتحام المزيد من القرى وتحريرها من تنظيم PKK الإرهابي. وإن شاء الله عملية غصن الزيتون مستمرة حتى تطويق مدينة عفرين بالكامل ودحر ميليشيا تنظيم PKK الإرهابي من هذه المنطقة وتحريرها بشكل نهائي من دنس هذا التنظيم. يا فوز يا فوز، وين انت فوز؟ وين انت؟